السلام عليكم ومرحبا بكم في توك شو التفاعلي الجديد جين تين جينيراسيون العشرة. في عناوين هذه الحلقة موضوع المواجهة أو المناظرة يكون بين الأمن والخصوصية، هل يجب وضع عدد أكبر من كاميرات المراقبة؟ ضيف ديال الحلقة يكون هو الفنان رابور موبيديك الموتشو. فقرة الويبوميت غادي نهضروا على ظاهرة الباشينغ. في آخر الحلقة معنا ضيف مفاجأة واللي هو طفل ونجم على انترنت. معنا كذلك آخر البودكاستات اللي مازال ما خرجاش، إذن خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقه الرابعه، العدد الرابع من جين تين. الجزء الاول والرئيسي كان خصو المبارزه ديال الافكار، ومن بعد في الجزء الثاني معنا بزاف ديال الفقرات متنوعه تثقيفيه اللي خاصه بانترنت. هذا الشيء كامل مع فريق جين تين. نرحبوا بسناء، مرحبا بك. شكرا اسامه، وشكرا ومرحبا بالمشاهدين اللي تتابعوا معنا الحلقه ديال اليوم من جين تين. ككل حلقه عندي لكم جوج الفقرات، جوج لي كرونيك. الاولى اشتاغ، غادي نهضر لكم على لي اشتاغ اللي مجداوله حول موضوع الحلقه. اما فقره ويبوميتر فاليوم غادي نهضر لكم فيها على لو باشينغ. نرحبوا كذلك بهيبستر الشاشه الصغيره نوراس، مرحبا بك. كي داير العشير؟ بخير صافا لاباس عليك؟ والله لا لا بخير. زاز اون فورم هاد السيمانه. مرحبا، كل اداء زوين. مرحبا. نرحبوا كذلك بالمشاركين اللي جاوا باش يشاركوا في المناظره ويعبروا على راي ديالهم ويدافعوا عليه. مرحبا بك محمد علي. شكرا على الاستضافه، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا في مستوى ديال التطلعات ان شاء الله. عرفنا بنفسك محمد علي. انا محمد علي مصانو، اطار تجاري في شركه في القطاع الخاص، وانا مهتم بهذا كل ما يخص يعني القضايا اللي هما اجتماعيه او قضايا التي تخص المجتمع ديالنا. ف كانت الاستضافه هذه كانت الحمد لله. مرحبا بك محمد علي. شكراً. وبالتوفيق. شاركتي في جين تين بوان ام ا، واختارينا الفيديو ديالك باش تكون معنا. هذا هو لوكا ديال رشيد، مرحبا بك اخويا. عرفنا اسامه. رشيد سنه ثالثه بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، شاركت في برنامج جين تين على الموقع ديال ميدي ان تي في، والحمد لله تختاريت عن طريق الاصوات. وكطريفه كنشكر لي زوبيراتور ديال المغرب، صراحه الصبيب كان سريع جدا انني استطعت نبوستي لا فيديو ديالتي بسرعه قويه، وخدمني داك الشيء غير جو سوايع. يعني لي زوبيراتور هما اللي عاونوك باش تكون معنا اليوم. اييه. صفيقه على رشيد وصفيقه على محمد علي. مشاركين هما معنا، كنظن بقى لنا غير نستقبلوا ضيف ديال الحلقه. نيميرو 10 ديال الحلقه يكون هو الضيف الرابور رئيس دوله الموتشوكستان. نرحبوا جميع برابور موبيديك. مرحبا بموتشو. شوب صافا؟ كي داير زاز؟ الحمد لله. مرحبا بك. اول حاجه نبغيو التعريف ديالك للنمره 10. النمره 10 هو العشره والشرويطه كما تيقولوا في التيران. العشره هي الديستريبيوتور، العشره هو اللي لعب العشره، هو بخير زوينه العشره. العشره عندها واحد الرمزيه بحال بعد الخطره احسن من الواحد، فهمتيني؟ العشره العشره احسن من الواحد. بعد الخطره فهمتيني، الواحد كيكون ديما هو الاول والميداليه الذهبيه، وخطره العشره تيكون احسن من مول الميداليه الذهبيه. ما عرفتش علاش بدا العشره في الدروبه كيكون هو الفوضاوي، هذاك اللي لعب عندنا العشره. مواد الفوضى. ما كدير العشره. معنا واحد السيد كيدير العشره، وجد لك شي كلمات غادي يصايب لك بورتري ديالك بطريقه اوريجينال. نورس. اول حاجه بغيت نقول موفيديك عزيز عليا بزاف، واحد الانسان اللي مثقف وتيشرف الكوميونيتي ديال الايب اوب. زعما تنبغي نقولها باش الناس اللي تيشوفوه دابا يعرفوا انه رابور مثقف صغير. نتمنى ما نتلفش حيت كاين بزاف الازماء والبيوغرافي كانت كبيره. نبدا السلام. التوك توك شوف شكون، نوضي شوفي ولدك الموبيديك ولا يبان في محطات التلفزيون، ولا قال عليه عيان قول له اسكت الله يهديك. ما كليكي موا ايماج فري كانو ديسك ديالك باش كنتي تتربي بالفرونسي. 2006 خرجتي توك توك ديسك القنبوله، ربحتي البولفار بيسر وبسهوله، اول البوم سميتو الموتشو فاميلي، وراه الميكس تيب درس خاص قبل الالبوم كان واعره عمي، درتي الشركه ادغال ريكوردز وليتي تخلص الضريبه، وخرج وراها الكليب موتشو كيستان دار واحد الشهره عجيبه، درس خاص بعد الالبوم البوم.
فاست فود ميكس تيب ماشي البوم. المعلقات دار فوق 100 مليون و500 ألف مشاهدة، دار بوم ولا صبعك معاهم ماشي العام اللي جا يكون عامهم. خويا موبيديك كان عندك مصدر رائع، بالمرات يكون عندك الكلام لادع، ولكن حيت انت مثقف كنت رابور لي بارع، انا سال كلامي وانت كنت سامع. سيري صايب سلام قدامك اخويا. واه ما بغاش يكسيري، انا اللي عارف واش تيزو. لا غير هو ملي تيكون عندك مثلا ضيف الليل بيوغرافي ديالو كبيره وفيها بزاف الحوايج، تضخ تضخ يعني حاول نديري. نتمنى نكون ما غلطتش. لا ناضي ما انت والو. نو سي صافي، انا عارف اصلا كنت ساكن عنده في الاستوديو. ساكن عنده. كتوجد واحد الميكس تيب اللي هي الماده الخام، فيها اربع المرصوات، تخرج من دابا شهر ولا شهرين، شنو غنلقاو فيها؟ فيها واحد المجموعه ديال الدياسك اللي ان شاء الله يعجبوا الناس، زعما سي سيور هذه فيها 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 فالقنابل الدريه. وكاين القنابل الدريه وقنابل على دريه اللي هي لبنى ابيدار اللي تهضر على ماتش لوفد. ماشي هي زعما ماتش لوفد بطريقتي الخاصه، زعما انا بالنسبه لي هذاك الفيلم كنشوفوه فهمتيني، الور عبرت عليه بطريقتي حيت كاين ديك الشيء. انا درت ماتش لوفد بارت 2. ذاك الفيلم كنشوفوه؟ داك الفيلم كتشوفوه فاش هادشي؟ هادشي اللي قلتي انت دابا كاين وي تيتعاش زعما. انا باش داك الفيلم ما جانيش اختلافا على الناس داروا عليه ضوضاجة، انا تنقول لهم كان بامكان داك الفيلم يدوز عادي بلاش درتوا عليه ديك الضوضاجة، زعما واحد القربالة نط كبيرة على فيلم اللقطات اللي دازوا عليه ماشي شي بيدجي كان يقدر يدوز يعني باز بالنسبة لي. هادشي اللي كاين. انت معروف الموبيديك بشوية ديال الكلاشات ياك، هادشي داخل في الراب جيم. وكاين واحد السيد كتكلاشيه مره مره، كتكون شي اكشواليتي كتكلاشيه، عرفتيني على من كنهضر؟ واقيلا عرفتك على على دون بيغ. علاش زعما هو بالضبط؟ ما عرفتش ما عرفتش شحال لك عليه شي ديك الشيء غير بقى من القدام اللي مازال مره مره تندقوا عليه. واخا دابا وليتي كنستهزئ زعما، نجيك الصراحه في الاول كنت واخد الامور شويه بجديه، دابا صافي ما بقاش تيهمني زعما، وليت كنضحك فهمتيني. ما تقدرش تكون مثلا ادغال ريكوردز كتغير من دي بي اف؟ من ناحيه شنو؟ من ناحيه زعما وصل ووصل معاه وانت شويه صحاب لك كان تيق ديك الوصول الخاوي، فاش وصل صاحبي شنو راه تا هو يدور يدور ومازال يقول راه حنا واحلين حتى واحد ما وصل. ونخطف هنا نصوبي السؤال، عرف الدراري اللي تيشوفوا دابا شنو هي يوصل باش تعاونهم يقدوا يعرفوا. يوصل هي ابسط المسائل، بنادم يكون عنده مثلا تقاعد ولا شي امور بحال هكا اللي كيوفر لراسه واحد النوع ديال الستابيليتي في عقله. الفنان حاصل حاصل حتى واحد ما وصل، يعني حنايا كنتمازحوا، ماشي دار بنادم طوموبيل تيوصل، ما دارش العاقه. العاقه حنا عارفين شنو هي العاقه بصح، الطوموبيله ماشي هي العاقه ولا ما نعرفش. شي فنان مغربي ما دار العاقه في الراب؟ في الراب شي واحد كيديباني و تيسوفي فهمتيني، ولكن بنادم يمشي يخدم في شي طريقه اخرى اللي غتضمن ليه حياته بصح فهمتيني، واحد الاستقراريه بنادم تيقلب عليها. الرابر ما راقيهاش زعما، ما كاين يعني باش تقول لي وصل، ما وصل شويه بالنسبه نقولوا بالنسبه لشنو طاري هو راه اكثر من الاخرين نسبيا، نسبيا اكثر من الاخرين كاملين. بصح احتراماتنا لدون بيغ ومرحبا به في بلاطو جينتي. فاش ما نكونش انا كنظن. وصلنا للفقره ديال الاشتاغ، وقبل ما نبدا لكم يعني لا كرونيك بغي نعرف الراي ديال موبي ديك في الكاميرات في الشارع، واش بالنسبه لك انت تحس بامان اكثر الا كانوا الكاميرات؟ على حسب المناطق فهمتيني، كاميرات مزيانين في شي قنات اللي تيطلبوا ان تكون واحد الحمايه واحد لا بروتيكسيون، كاين شي حومات ما غيبغيوش الكاميرات، كاين شي حومات غيقول لك ما تحضيناش ما ترد ما خلينا حنا حرين في حياتنا، ما بغيناكمش تجسسوا علينا. تجسس يقدر يكون تجسس بالنسبه لك، بنادم يحس بها تجسس، كاين شي قنات بنادم ما يحس بها. ومعنا محمد علي ومعنا رشيد، واحد مؤيد وواحد معارض للفكره، غنكتشفوا هادشي كامل من بعد الاشتاغ معك سناء. بالطبع اسامه، فكنذكروا كاملين وكنعرفوا كاملين بان السلطات المغربيه وضعت كاميرات في مجموعه من المدن المغربيه، وبالضبط في الدار البيضاء مؤخرا زادت 760 كاميرا جديده، وشفنا بانه تم التقاط مجموعه من الجرائم من حتى المخالفات ديال المرور.
الجمهور، وهذا الشيء خلق واحد الجدل كبير. كاين اللي تيقول بانه متفق مع هذا الشيء، بان بهذه الطريقه غادي نقدروا نحدوا من الحوادث ونحدوا من 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 الاجرام ومن السرقه، وكاين اللي تيقول بانه هذا يعني انتهاك للحريه الشخصيه ديال المواطن. اليوم غادي نعرفوا شكون اللي معاه وشكون اللي ضد. سؤال الحلقه هو الامن في الشارع، وهل يجب وضع عدد اكبر من كاميرات المراقبه؟ غادي نقرا عليكم البعض من التعاليق اللي وصلتنا في لاباج جينتين بوان ام ا. كاين مهدي العالم من اسفي اللي تيقول الكاميرا في الشوارع كتلعب دور مهم في الامن وكذلك محاربه الجريمه وتسهيل اعتقال المجرمين، وكاميرا المراقبه اللي كتكون غير مرئيه كتلعب دور كبير اكثر من الكاميرا اللي مرئيه. كاين حسن تازيت لازاك تيقول بان الكاميرات الحقيقيه هي الاخلاق والمراقبه الصحيحه، هي مراقبه الذات لنفسها. اما لاشتاغ اللي دايرين بزاف حول هذا الموضوع، كاينه اشتاغ في بريفي، اشتاغ فيديو سيرفيلانس، اشتاغ سوري فوزيت فيلمي، واشتاغ بيغ برادر. بيغ برادر از واتشين يو. نقترح عليكم دابا، نقترح على لي ديباتور ديالنا محمد علي ورشيد يتانستالا، وغادي نبداو المبارزه دابا شويه. شكرا بزاف نورس، ونقترح عليكم تفرجوا في هذا الزابينغ. موضوع الحلقة تعرفتوا عليه اللي هو الأمن في الشارع والكاميرات، كاميرات المراقبة، واللي غادي يكون معنا حكم ويعطينا اسم المشارك اللي كان أكثر إقناعا واللي توفق في المناظرة، هو الأستاذة ليلى نعيم، أستاذة باحثة في التواصل العلاقاتي وخبيرة معتمدة. أستاذة ليلى مرحبا بك. شكرا سناء. شكرا أسامة. مرحبا بك أستاذة ليلى نعيم، خلطات علينا وعطات توجيهات ونصائح لدو ديباتور المشاركين اللي معنا. تانتوما إذا بغيتوا تجيو وتناظروا في حلقات جينتين شاركوا في جينتين بوان إم أ ولا على لاباج فيسبوك جينتين. قانون المسابقة والسيستم ديال المناظرة أو المواجهة سهل وبسيط، هو 30 ثانية 30 ثانية لكل واحد كمقدمة، من بعد جوج دقائق جوج دقائق ديفلوبمون ديال الأفكار والآراء ديالهم، ومن بعد الخاتمة أو بيلانتيات 30 ثانية 30 ثانية. قانون المسابقة هو ممنوع الرمي بالحجارة أو بمطيشة، ممنوع تقطع الكلام ديال الخصم، وبطبيعة الحال الواعر فيكم يديها. واش خاصنا نوضعوا كاميرات أكبر، عدد أكبر من كاميرات المراقبة في الشوارع والأماكن العامة؟ غادي نبداو من ليمن، 30 ثانية عليك، 3 2 1 توب. كما تتعرفوا الجريمة في المغرب عرفت واحد الارتفاع اللي هو مخيف، فوجب أننا نلقاو واحد أن سيستيم بور كونتركاري هاد المسألة. لا فيديو سيرفيونس، المراقبة بالكاميرات، فهو سيستيم اللي غادي يمكن الدولة بأنها تعمل واحد مراقبة اللي هي قريبة وقريبة للمواطن، باش تصدى لكل ما هو إجرام بشتى أنواعه، والسلطة التقديرية والتلاعب مع القانون اللي كان من قبل. اوكي، استعملتي تقريبا 30 ثانية. كاين نوعا ما احترام ديال الوقت، ندوزو مباشرة للرأي الآخر مع 30 ثانية والمقدمة ديال رشيد. 3 2 1 توب. أي سي محمد علي، أنا أؤكد ما قلته، بحيث خرج وزير الداخلية محمد حصل مؤخرا وأعطى أرقاما تشير إلى أن مستوى الجريمة في المغرب هو من مستقر إلى شبه مستقر، بحيث لكل 1000 مواطن هناك 19 جريمة، مع سقوط قتيل كل يوم. أجل، ولكن جاءت التقارير الأمريكية تعطي صفعة قوية لما جاء به وزير الداخلية، بحيث رسمت واقعا قاتما لمستوى الجريمة في المغرب، وقالت بأن مستوى الجريمة هو جد مرتفع في المغرب خصوصا في المدن الكبرى. سالة 30 ثانية ديالك تصفقات عليهم، تشجيعات عليهم. ندوزو مباشرة للصوت الثاني، ونتمنوا لكم التوفيق والحماس، وتقدروا تقنعوا المشاهدين والجمهور اللي معنا. تفاعلوا معنا على اشتاغ جينتين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بدينا بمحمد علي، دابا نبداو بك رشيد. جوج دقائق جوج دقائق. 3 2 1 توب. مستوى الجريمة في المغرب ارتفع بشكل مهول، بحيث ان المواطن لم يبقى يحس بالامان في الشارع. اذا قال المغرب سوف نشتري كاميرات مراقبة ونضعها في شوارع على جنبات الشارع. قام بنسخ هذه الفكرة من دول أجنبية كبريطانيا فرنسا كبريطانيا فرنسا والسويد، دول متقدمة جدا، فاتونا بجوج دورات، فاتونا بسنوات ضوئية. هالدول هادو خصوصا بريطانيا، عندنا في لوند بالخصوص لكل مواطن هناك 11 كاميرا تراقبه. جينا في المغرب بلد متخلف بلد فقير، غادي نطبقوها، اختينا الفكرة وغادي نلصقوها للمغرب بواحد البودجي اللي كبير بزاف، اللي كيسوى 460 مليون ديال الدرهم، اللي فقط لاقتناء 700 كاميرا.
ايماجين معايا 460 مليون ديال الدرهم، هذيك 460 مليون ديال الدرهم المواطن علاش كيسرق؟ هذاك المواطن اللي كيسرق راه مواطن هذاك السارق، علاش كيسرق؟ كيسرق لانه ما عندوش لقمه عيش، لان هذيك 460 مليون ديال الدرهم اللي غادي نشري بها انا كاميرات المواطن بغاك تحضيه. المواطن سيدي قال لك وفر لي صحه، وفر لي نظام صحي جيد، وفر لي وظيفه باش ناكل، وفر لي تعليم، نظام تعليمي جيد. اذا باش نمشي 460 مليون نحطها نشري بها كاميرات فقط من مدينه الدار البيضاء باش انني نحضيه، لا سيدي. ولي اضافه الى هذا فان مستوى الجريمه كما قلت هو كبير في المغرب، لذلك لمحاربه الجريمه فاولا يجب اعاده النظر في دور السجون، فالسجون اليوم اصبحت مصانع للمجرمين وليست لم تبقى تطلع بدورها الاساسي وهو اصلاح الاشخاص هذو، اعاده ادماجهم داخل المجتمع. اذا سي محمد علي اللي كتقول لي بانك مع هاد الكاميرات مع سقتنا هاد الكاميرات، انا كنقول لك هذيك 460 مليون اللي غنشريو بها الكاميرات يمكن لنا نستثمروها في اعاده تاهيل رجال الامن، في بناء مستشفيات، في تقويه النظام التعليمي بالمغرب. اذا من هنا كنقدر نقول لك بانه لمحاربه الجريمه خصنا نحاربوها في عقر الدار ديالها، اي اننا خصنا نحاربوا الجريمه في الاحياء الهامشيه. اوكي وصلت الفكره، تصفيق على رشيد توا. عجبتني الوقفه ديال محمد علي كيقول ها زيد ها كمل. غادي ندوزو لك دابا اخويا باش تكمل نتايا مع جوج دقائق ديالك ورد الفعل، رده الفعل ديالك. عندك جوج دقائق، ثلاثه جوج واحد مناظر. انا سي اسامه اللي قلقني راه ماشي اللي قلقني، هو ان يقول ان المغرب الى امبلوي دي مو، يعني صراحه يقول المغرب بلد فقير ولا بلد ما ماشي متطور. هذا الفكره هذه بعدا اللي كيبخس بعدا بلده هذا راه لا حول ولا. ولكن المهم انا باش نرجعوا للسوجي، انت قلتي باللي داك لو بودجي اللي غادي تالوا، انا هادشي كيدخل في خصوصيه ديال وزاره الداخليه، وهادشي اللي قلتي راه خارج على الموضوع. حنا تندويو دابا على الامن في البلاد، الامن في البلاد. انت يا انا نعطيك واحد المثال ديالك، انت يا في داركم رب بيت كتجيري بيت، عندك لقمه عيش خاصك توصلها لولادك، الساقطه ديال بابك تخسرات، غادي تقول لا خصني ناكل مزيان وناكل هذا ونخلي الساقطه ديال الباب ديالي محلوله؟ الله يخليك. هادشي اللي كتقول السي رشيد انا بغيت نتفق معك فيه، انا ما بغيتش نعارضك زعما صراحه بحقيقه العباره، ولكن خرجتيني على الوعي ديالي. المهم هاد الكاميرات انا غادي نحدد لك، كاين جوج انواع ديال الكاميرات، كاين اللي هي ظاهره وكاين اللي هي خفيه اللي ما كتبانش. فهاد الشيء كامل هاد الجوج راه عندهم واحد لو بوت، شناهو؟ راه ديكوراجي لو كريمينيل بوتونسييل على انه يقوم هذيك الجريمه. راه هادي مهم، راه حنا تندويو على الارهاب، راه تندويو على تهريب السلاح، راه تندويو على تهريب المخدرات. راه المغرب ولا عنده واحد كيستقطب يعني انواع اخرى ديال المجرمين، ما يبقاش ذاك المجرم تراديسيونيل. فلهذا الدوله لابد ان شمات الرائحه ديال كما تيقولوا شموا الريحه الخايبه اللي ديال اللي جايه من عند الخطر الخارجي. فلهذا هاد الكاميرات خاصك تعرف سي دي كاميرا كي سون سمارت ذكيات، هاد الكاميرا عندهم لا ريكونيسونس فاسيال، تيتعرفوا على الاوجه، كيقدروا اترافيغ لا باز دو دوني ديال السي ديال اف بي اي ويقيس على ذلك، كيقدروا يجبدوا جميع المجرمين في العالم، وكيباليو حتى اللوحات ديال التسجيل. فما يتحابكش هاد الكاميرات راه غير كيكوليكتيو لي زيماج بيتمون وهذا. فانا بغيتك رشيد دير هادي في بالك، انا بيان سور غادي نقول لك هاد الكاميرات غادي يداروا ان شاء الله، وهاد المبادره ديال صاحب الجلاله غادي توصل للمبتغى ديالها، ولكن خاص الناس اللي غادي يكونوا ورا داكشي يكونوا واعيين وما يكونش واحد التلاعب. احترام ديال الوقت، تصفيقات عليهم بجوج. كل واحد تعبر على الراي ديالو كيدافع عليه، وحتى شباب الجاليه المغربيه كيشارك معنا في برنامج جنتين فقره على برا. نشوفوا اليوم ونتعرفوا على راي ايمان من دبي فقره على برا. ايمان اي جو ترافاي ا دبي، دونك بالنسبه ليا المساله ديال الخصوصيه ولا فيديو سورفيونس ما خاصهاش تبقى تطرح بهذه الطريقه، لان تعدينا هذه المرحله. لا نوسيون ديال الخصوصيه تبدلات افيك تو سكون يوتيليز كوم اوتي تكنولوجيك. خاصنا نركزو اكثر ونتاقدو اكثر ليفيكاسيتي ديال هاد لا فيديو سورفيونس، ونشوفو البلدان الاخرين اللي قامت فيهم هاد العمليه قبل، اللي هما لي رويوم اوني اول بلاد مع ذلك ما نجحاتش، ما كانوش دي ريزولتا وتكلفات الدوله اون ديبونس. كاين لي زيتازوني، كاين دي بي اون اوروب، كاين لا نوفيل زيلاند، كل بلاد دايره الطريقه ديالها في لاستالاسيون ديال هاد لا فيديو سورفيونس.
وحد الان ما كاينينش لي ريزولتا اللي هما كيبينوا ان لو طو دو كريمناليتي نقص. خاصنا نركزوا على كيفاش غادي تكون بلوتو افيكاس vis-à-vis de notre quotidien, surtout où Anna a terminé le débat en tant que bint, où Anna m'a il a dit la façon correcte. Merci. مازالين مواصلين المواجهه ديال الافكار والمبارزه ديال الاراء ديالكم. شكرا للجاليه اللي كتفرج فينا على برا. ممكن دائما تشارك معنا بالراي ديالها على الموقع ديالنا جنتين.ma على المناظرات والمواضيع اللي جايه. قربت لكم دابا محمد علي ورشيد باش نشوفكم واش ضابطين الموضوع والراي ديالكم. غادي نبدا برشيد. انت كتقول في الفيديو على الاقل اللي شاركتي بها باش وصلتي للموقع ديال ديباتور معنا، كدافع على الخصوصيه وعلى الحريات الفرديه. واش ما كتشوفش انه مازال كما قلتي نتايا حسب القول ديالك ان المغرب يعتبر متخلف، بلد متخلف، هذه الهضره ديالك، انه جوستومون مازال ما وصلناش لهذه الثقافه ديال الخصوصيه دغوا ليماج الى اخره. بالفعل انا في الفيديو ديالتي اللي بوستيت على لو سيت ديال ميدي ان تي في اكدت بان تركيب كاميرات سيقوم بالمس بالخصوصيه ديال الاشخاص، بحيث نعم غادي يخلق نوع من التوجس لدى السارقين وذلك وما الى ذلك، ولكن سيمس بالخصوصيه. الخصوصيه هي حق يؤكد عليه القانون، بحيث ان حق الصوره، بحيث ان فقط نعطيك كمثال اللي غنهي به الكلمه ديالتي، هو المجرم. المجرم الا صورتيه بلا ما تاخذ الاذن ديالو، واخا يكون الشرطه شادينو وداك الشيء، خاصك ضروري تاخذ الاذن ديالو. ما يمكنش لك غادي تعاقب الا صورتيه بلا ما تاخذ الاذن ديالو ونشرتي الصوره ديالو. بل المجرم خاصك تشاور معاه باش تصور. لا ليس المجرم، اتكلم عن المجرم اللي تم القبض عليه. باغ اكزومبل انت شاد مجرم غادي به الشرطه كيصوروا باغ اكزومبل في اعاده التصوير ديال الجريمه. الا صورتيه بلا ما تاخذ الاذن ديالو ونشرتيها في مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك، يمكن ليه يتابعك، لانه ليس لديك الحق في ان تنشر صورته. ملي غادي تغدى في الحبس راه غدا غادي تطلق. علاش حنا غنشدوه في السجن؟ نشدوه في السجن اعاده التاهيل ديالو، اعاده الادماج ديالو في المجتمع. كيفاش واحد الانسان اللي ديجا حنا يشوهنا الصوره ديالته يقدر يعاود الادماج ديالو في المجتمع؟ حيت ربما كيشكل خطر. نبقاو مع الاجرام والمجرمين مثلا وموضوع العلاقه ديالهم مع الكاميرات. نعم. نعتبروا ان مثلا لنفرض فرد من الاسره ديالك تكريسه في شي زنقه اللي ما فيهاش كاميرا. نعم. ما تبغيش ان ديك يكون تسجيل وتكون كاميرا صورات هذاك المجرم اللي كيجلس فرد من العائله ديالك. المشكل ليس في الكاميرات، المشكل في الجهاز الامني المغربي. الجهاز الامني المغربي هو كلاسيكي بالامتياز، لاننا ولو ركبنا الكاميرات فان هي قوات خاصه للتدخل لكي تجعل من هذه الكاميرات اولا ايجابيه وقائيه وفعاله في نفس الوقت. كنشدوا المجرم كنطلقوه الغد ليه، فكيف يمكن هذه الكاميرات انها تخدع الجريمه؟ الراي ديالك يحترم والرساله دازت. ندوز لك محمد علي. نعتبر ان الكاميرات كيعاونوا كما كتقول في الوقايه وفي الحمايه ومن الحد حتى من حوادث السير. واش السائق المغربي غادي يخاف من الكاميرا؟ هو ما كيخافش اصلا حتى من الرادار. ونقولوا واش غيخاف ولا ما يخافش، هذا الشيء ما تيخضرش في الخصوصيه ديال الكاميرا. الكاميرا البوني لاكت نو بوني با لانتونسيون. ما بغاش يخاف، هناك عده مواهب بحال الاب فاش كيبغي يربي ولادو، كاين اللي كيربيه بالهضره، وكاين اللي تيربيه بالعصا، وكاين اللي تيربيه بالردع، كاين اللي تيربيه وكاين اللي ناس اللي ما تحتاج كاع دوي معاه كتقيدو تيفهم. يعني هناك طرق، والمسؤولين اللي كاينين غيقدروا انهم يديترمينيو هاد سميتو. في المناظره ديالك او في الخطاب ديالك قلتي ان هاد الكاميرات ذكيه وجد ذكيه ومتطوره وسوفيستيكي وعندها علاقه مع السي اي اي. فسر لينا هذه القضيه والمصدر ديالك. الوغ انا جو سوي بارتي دون سوبوزيسيون او اترافير دي زارتيكل اللي انني قدرت نقراهم. هاد لي كاميرا اللي عندهم هاد لا ريكونيسونس فاسيال اللي تتعرفوا على الوجه ولا تتعرفوا على اللوحات التسجيل ديال السيارات، فكيكونوا انتر كونيكتي لواحد القاعده معلوماتيه اللي تتكون انترناسيونال اترافير دوك لي كونفونسيون اللي تتسيناو ما بين الشرطه ديال السي اي اي مع لا دي جي اس ان ديالنا ولا هذا. دونك كيكون عندهم واحد التبادل ديال هذا باش يعرفوا المجرمين اللي بوتونسييل في تهريب السلاح، في تهريب المخدرات، في لي زاك دو تيروريزم، كل ما يخص الوحده الترابيه او ما وقع. يعني كاميرا في شي زنقه مغربيه تقدر تكون مرتبطه ب اف بي اي. سي لوتوبي. زعما الا كنا نقدروا نوصلوا لهاد لي زابليكاسيون، هاد لي زوبسيون اللي تكونوا متطورين في هاد الكاميرات، فانا كنظن ان هذا غادي يلعب واحد الدور مهم في نقص
كما نقول نقص الجريمه، وغيتطور مستوى الجريمه، واللي تيقول تطور مستوى الجريمه تيقول يتطور حتى مستوى ديال الامن ديالنا، وغنوليو يعني عندنا واحد مثلا الى عجبتكم المناظره والطريقه والاسلوب ديال محمد علي البوبليك هزوا لو بوست ديالكم ديروا لمحمد علي لايك، غير اللي عجبكم علي ديروا لايك، واللي عجبو رشيد يديروا لايك وهزوا لو بوست ديالكم. داك الشيء بان ليا متكافئ والله اعلم. دابا الصوت الاخير وصلنا ل 30 ثانيه الاخرى، ختام ومسك او ضربه القاضيه لمن يفضل ان نسميوها بحال هكا. بدينا بمحمد علي ومن بعد بدينا بك رشيد، نختموا معك محمد علي مصانع، عندك 30 ثانيه اخر فرصه لاقناع. 3 2 1 توب. الوغ انا بخلاصه غادي نقدر نقول ان الكاميرا انا مؤيد لها واكثر من مؤيد، ولكن ضروره ما يكون واحد الاطار اللي هو قانوني اللي كينظم هاد الكاميرات، وتكون واحد المؤسسه متخصصه باش تكون واحد لو ريسبي ديال الاخلاقيه ديال هاد لا ديونتولوجي ديال هاد الكاميرات. فالمسؤوليه بالحق الي ديتيرميني اترافير الكاميرا، ولكن ما كنديتيرمينوش علاش الدافع اللي يدفع هذاك المجرم يديرو. فلهذا السلطات المعنيه والمجتمع المدني خاصو يتامبليكا باش ندوزو لديك لا ترانزيسيون ديموكراتيك اللي حنا كنتسناو. اوكي شكرا، كاين احترام ديال الوقت. اخر فرصه لرشيد الخاتمه مع 3 2 1 توب. انه لمن المضحك ان نقول بان الكاميرات ستحارب الجريمه داخل المغرب، لانه البلاغات المواطنين الحيض الان لحد الساعة في بعض المدن المغربية لا زالت لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تؤخذ عن محمل الجد. لذلك فأقول لك بأن الميزانية التي كنا سنخصصها لشراء الكاميرات هذه يمكن لنا نخصصها ببناء مدارس، لأنه بالتعليم يمكننا الرقي بهذا المجتمع هذا. التعليم وحده فقط قادر على الرقي بالمجتمع المغربي، كما يقول جيزي كريست أوكوني لاغب باسي تخوي. طب شكرا لك، تصفيقات عليهم بجوجهم. اترتاحوا وسدوا الانفاس ديالكم، غادي تخلطوا علينا من دابا شويه من بعد شويه ديال الاشهار. تفاعلوا معنا، قولوا لنا شكون قنعكم على مواقع التواصل الاجتماعي. كاين الموقع ديالنا جينتين.ما واشتاك جينتين، والصفحه ديالنا على فيسبوك جينتين. شويه ونعرفوا الراي ديال موبيديك اللي مازال معنا، وغادي يخلط علينا ضيف مفاجاه، ونعرفوا كذلك تحليل ديال الكوتش ليلى نعيم. شويه الاشهار فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد، وصلنا اللحظه اللي غادي نعرفوا فيها اسم المشارك اللي توفق في المناظره. ولكن قبل ما نتعرفوا على راي استاذه ليلى نعيم، نبغي نعرف الراي ديال موبي ديك حول يعني في المشاركين بجوج بهم. في الموضوع ولا في المشاركين؟ لا في المشاركين. هذا جاني تقنع احسن، ولكن انا من الراي ديال رشيد. حيت انا بالنسبه لي الكاميرات بركه في كل راس حومه، كاين شي حساس حاضك، علاش نزيدوا كاميرا؟ باش بارك راه حنا مغرب راه اختصاصيين في لا ريكونيسونس فاسيال، ريكونيسونس دو كونت دو البانك، ريكونيسونس دو بيمنا بجوج، ريكونيسونس ديال بيك برادر عندنا في الدم. علاش نزيدوا كاميرا من الفوق ديال داك الشيء كامل، وكون غير كان ديك الكاميرا تصلح لشي حاجه؟ عاوتاني انا سياسه الرعب ما عندي ما ندير بها، يعني حيت انت خايف باش نجيب لك كاميرا اللي تحضك؟ ما خايفش انا اسي، ولا طرا شي مشكل نحاربوه باساليب اللي انا ما خايفش، انا تنتمشى عادي، ما شادني حتى شي خلعه، ما تحضنيش بكاميرا على اساس انا خايف، ما كايناش الخلعه، وسياسه الرعب ما عندي ما ندير بها، يعني انا ضد انك تحضني بكاميرا حيت انا خايف، ما خايفش. يعني بصح كاين واحد لفي بسيكولوجيك على هادشي اللي كاين، يعني حيت انت خايف باش غنحضك بكاميرا حيت انت خايف، شكون اللي قال لك انا خايف؟ حضيني بلا ما تبرزطني، استعمل اساليب اللي ما نحسش شي بر، لان حنا كلنا مجرمين. لا تحضرتيني بكاميرا 24 ساعه 24 ساعه واحد الساعه نقلبها يطارو الزبله نولي مجرم، وي كتولي عندك عليا اون بروف، كيولي عندك عليا قابطني بشي حاجه، يعني في اي لحظه غادي تجبد داك اللعبه وتلوحها في الانترنت تقدر تضرب لي الشوا غير حيت ما عرفت عرفت على الزنطي الدمشه، فهمتيني؟ جريمه خطيره فهمتيني؟ يعني علاش تبقى تتصور فيا؟ علاش تبقى تتصور فيا وديما عندك؟ حنا كلنا مجرمين من الاحسن. لا كلنا مجرمين بوتونسيال، ما كاينين ولاد الناس. اسيدي غير داخل بالليل ما فرانيتيش مزيان في طوموبيلتك وقصتي الطوموبيله ديال الجار اللي قدامك مخالفات بزاف وبغيتي تسترها، الكاميرا جداتك يعني غنزيدوا مشاكل فوق مشاكل. علاش تحضيني؟ علاش انا نبقى الوقايه والامان؟ شويه ديال الطبيعه تبقى في حياتنا عندها معنى، ماشي كل شيء. الراي ديالك هذا اخويا موبيلي، غادي نسمعوا التحليل ديال ليلى نعيم.
الوغ كن بون قبل ما نبدا بغيت زعما نشكر فريمون المناضلين ديالنا بجوج. كانت كما نقول ديك النوعيه ديال الافكار ديالكم وداك النيفو ديال لا كونفرساسيون بيناتكم زعما فريمون كان مزيان فريمون مزيان. دونك انا غادي نبدا بمحمد علي حيت كان هو على اليمين وكان هو الاول اللي بدا داكوغ. دونك محمد علي كانت عنده افكار واضحه كنظن انكم سمعتوا معايا حتى نتوما، دونك الافكار ديالو كانت واضحه جدا وعنده بزاف ديال القدرات للاقناع. مثلا نقولوا القدرات يمكن يكونوا عندنا قدرات ديال الاقناع، القدرات سي توجور قدرات افكتيف. دونك شفناه بانه كان واقف مزيان زعما مقاد في لابوستور ديالو، شفناه بانه كيشوف مزيان في رشيد، شفنا من الصوت ديالو كان فيه واحد الريتم، كانت واحد لاغريسيفيتي بلوز او موان، ولكن زعما باش يدافع على الراي ديالو وباش يقنع رشيد بالراي ديالو. كان في لاجيستويل ديالو كانت تري كوردوني كما كنشوفوها غاديه بتلقائيه، كانت بزاف ديال التلقائيه عند محمد علي، وكانت سورتو الثقه في النفس والثقه في دوك لي زارغومون والشوفات ديالو. احترم الوقت واحترام الوقت عندنا سي ان انديكاتور تري امبورطون كيكونوا كنديروا الديبا. دونك كيجيبها ديما مع الوقت سالا ودونك تيخلي لو مود لا فان، تيخلي ديك الكلمه الاخرى كتبقى تغيزوني وتيعطيها حتى لو طون ديالها باش كتجي نازله سولونيل زعما نازله قاده. واللي عجبني فيه بزاف انه ملي كان تيهضر كان اون ميم طون كيسمع، كان كيسمع لرشيد وكان تيحلل الافكار ديال رشيد. لا بروف سي انه كان تيدير لا كونتر ارغيومونتاسيون، من هضر رشيد على الفقر والبلاد فقيره دونك هو سمع حلل وعاود ضربو بلاغيومون ديالو، ومنين ضربو الى ديستابيزي رشيد. هذيك ديال اللعيبه ديال الساقه ياك؟ ديال لا ديال مين قال له المغرب فقير، قال له الاخر كيفاش عندك تطيح قال له لا حول ولا قوه الا بالله. سادي خدا هذاك لاغيومون سادي كيسمع ليه، باسكو ملي كنكونوا كنناضروا ما ننساوش انا خصني نسمعوا ماشي تنهضر راني تنسمع، دونك سمعوا حللها غابيد ورجعها ليه. فوالا هادي سي اون بيل تكنيك في لو ديبا، دونك ما نساوش ان ليكوت اكتيف خاصها تكون عندنا في لو ديبا حتى هو. دابا رشيد الوغ رشيد ما احترمش الوقت بحال من بحال محمد علي، دونك حنا شفنا انه ديما كنوقفوا حتى في لو طون ديالو كيبان لك باقي ما سالاش، حتى مثلا وقفوا شي بحال في الاخر كانت عنده فكره زوينه هذاك لاداج ديال لو كريس كان زوين باش يكمل به، ولكن داروا في واحد لو طون ديال مازال ما ساليتش. الوغ كون داروا في لو طون ديال ساليت كان غيكمل به بحال ان شيكي مات، كان غيكون مزيان. الافكار ديالو واضحه حتى هو، ولكن القدره ديال الاقناع خصنا شويه نخدموا عليها. ان شاء الله رشيد غادي ان شاء الله مازال شاب صغير تيقرا في لو ان سي جي تبارك الله، عنده قدامه افاق مستقبل غادي يخدم مازال على القدره الاقناع ديالو. كان الصوت ديالو ناقص، عرفتوا الصوت ولو طون ديال لافوا هو الاقناع. شحال مره كتقول شي حاجه ما عندها حتى شي ما عندها حتى قيمه، ولكن كتقولها لي بواحد الطريقه تتنولي انا براسي كنحترم داك الراي ديالك وكنخاف منك وكنتخلع منك، لحتاش ديك الطريقه باش قلتيها لي خلعتني. دونك هو تيقول حوايج مزيانين تد بيان انتريسون، شوفوا ان حتى موبي ديك تتفق معاه، ولكن الطريقه باش قالها بحال شويه ظريف بزاف حشمان ما تخليكش تتابع تقول واقيلا هذا تم مقتنعش بهذه الهضره ديالو، كيف اللي با امباكتون ما كيدير حتى شي انفلونس. نقول شي حاجه نقول يعني واحد لو طون اغريسيف يكون مزيان سي تري امبورطون. دونك لا بوستور ديالو كنا كنشوفو شويه ستريسي وسيرتو الصوت. اليوم اللي بغيت نقول انا لرشيد ان الصوت ولو طون دو لا فوا ديالو خصو يخدم عليه. لا كونفيونس الثقه في النفس كتجينا من لو نون فيربال، اي دونك الصوت نتاعنا خاصو يكون فريمون. اليوم كانت واحد لا ديفيرونس بوكو بلوس في الصوت، كنا كنشوفو مع محمد علي جهد اي لاغريسيفيتي، وكنا كنشوفو بالجهه الاخرى رشيد des arguments intéressants ولكن malheureusement ما كاينش لو طون الصوت ما معاونوش ما عاونش يعني بجوجهم كانوا عندهم اراء وافكار رائعه كوميرسيال عاونوا المهنه ديالو عاوناش بزاف ولكن ما تنقول لهم راه سي دون ليتا ديسبري كسا جو كيفاش تو تي بريباري انت سيكولوجيكمون وكومون تو تي بريبار باش تواجه لي شوز كي فيان فيغ توا واش غتخليهم يضربوك بلا طونسيون و تو تو في غريي ولا كتخليهم يبينيتري وتستعملهم باش ترجعهم الكترومانيتيك. يا سلام وليتي كتهضر بحال بيل غيتس دابا ونسيتي انت فاهم اجي خذ بلاصه الكود كاع بون النتيجه واقيله باينه متفقه مع هذا الشيء اللي تيقول. دونك وي النتيجه باينه تبان لكم حتى انتم ما كاينش شي تفارق كبير باسكو ما نساوش بانه الافكار ديالهم في العمق ديالهم مزيانين، عندهم اون بوزيسيون كي كلير، المواقف تاعهم واضحه بجوج، عندهم افكار واضحه، اللغه مزيانه، البراهين مزيانه، سادي في الكونتوني مزيانين هاد الناس قادين. لا ديفيرونس كما قلنا جات بوكو بلوس في لو نون فيربال، دونك كان محمد علي بلوس اغريسيف كو رشيد. دونك انا غادي نفرقهم غير بواحد النقطه ماشي بزاف، اي دونك غادي نعطي لمحمد علي 8 على 10 في هذا لو ديبا هذا، وغادي نعطي لرشيد 7 على 10، وغنقول لرشيد
باش يخدم على لو طون ديال لا فوا ديالو على الصوت ديالو. هذا هو لو تشالنج ديالو ان شاء الله فور لافيير. تبارك الله على جينيراسيون العشرة. ممكن انتم تشاركوا معنا الى بغيتوا تجيو تناظروا وتواجهوا بالافكار ديالكم على جينتين.ما. ودابا غادي ندوزوا لكل ما هو ويب مع سناء. وي اسامه, وصلنا لكابسول اللي كنتعرفوا فيها على جديد الانترنت وعلى لو شيفر دو لا سيمين مع خالد شريف, فقره ديسكوفر. شكرا خالد شريف. مازال معنا الفنان ديالنا موبيديك. موبيديك, سؤال بسيط, كنهضروا على النوامر, هضرنا في الاول ديال ليميسيون على العشرة على الواحد. بالنسبه لك شنو هو توب 3 ديالك ديال احسن روابط في المغرب؟ توب 3 نديرو شي توب 1 ولا توب 2 بارا روابط. توب 3 ديال احسن الفنانه راب في المغرب, يمكن لك تحسب راسك معاهم. كاع صافي الان عرفناه, دابا نديرو 2 3 2 فات ميزو طروا. موبيديك فات ميزو. انا دو طروا دابا الان عرفناه. شكون هو الان؟ انا كنمدح راسي ديما. دونك الان صافي تبارك الله عادي, نعطي راسي الميداليه الذهبيه. تنعجبني فاش كنسمع راسي. من حقك اخويا. تنبغيني. ثالث؟ ثالث نسيو فوالا سي مي بريفيري بور لانستون. هادشي اللي كاين. داكور. على ذكر لاين بيت اور سيري. على ذكر سيري تا هو كنسمع عليه بزاف. نمبر 1 كنقولوا ان التواضع ميزه كبيره, وكنقولوا من تواضع لله رفعه, ولكن واش في كاع لي سيتوياسيون خاص الفنان يتواضع؟ نو با فورسيمون, حيت الفنان مزيان هي التواضع راه من الاخلاق فهمتيني, ولكن بعض الخطرات كاين ذاك التواضع اللي تيخرج على الفنان, يعني واه ظريف خليه هو الاخر, هذه اللي خايبه فاش تيكون الفنان ظريف. بعض الخطرات انا هذه عشتها ديال حيت كتكون انت هو الظريف, حيت باش والدنيا يا موبي ديك ديالنا, ديك ما ديالكش اصاحبي, احترم اللي خاصك دير وما فهمتيني. كندم علاش تنكون متواضع, يعني تدوز عليا تنقول في الاخر لا عباد الله ما كيصلح لهم غير هذاك اللي كيخبط الباب وكيزدح, كيخافوا منه وكيديروه ديما هو الاول. الاخر كتشوف كتقول ماشي غير واقيلا على الفنان, الناس كاملين خصنا نردوا الفرق ما بين متواضع وحقر راسو. ماشي غير مشوف, تقدر تكون متواضع ولكن ما كتحقرش راسك. استاذ عندك مواقف ديالك كتعلن عليها, انت متواضع ولكن تيسولوك الناس المواقف اللي كتاخذها كتعرف تقول لا. لا علاقه زعما التواضع. هنا ما تنهضروش على موبيديك, لجنا نهضروا على يونس. التواضع من الاداب من الاخلاق. هادشي اللي كاين علاش قلت لك نبقاو مخلقين متواضعين ولكن ما نحقروش راسنا. كما قلتي كنبغي راسي زعما ما تبيعش راسك رخيص. متفق مع الهضره اللي كاينه, راه هادشي اللي غير هو زعما انا تنهضر في حدود الخدمه. بعض الخطرات هذاك اللي تيكون حشومي درويش وهذا تيجي بها فراسو, يعني ما تبقاوش يحكموا غير على العمل ولا على المنتوج حتى الشخصيه. باش هو تيكون ماشي مشكل بالنسبه للناس, يعني هذا كيتعاون معنا راس كياخذوا ليه بلاصته وكيعطيوها لهذاك اللي خاصهم يتعاونوا معاه. فهمتيني كاين وما بغيتش نتعاون, علاش هذاك ما تعاونش معاك انا فهمتيني؟ شحال مره كتضيع في شحال من بلان فهمتيني؟ هادشي عانيتي منه بزاف؟ وي تتوقع في الكاشي مثلا. مثلا بنادم حيت انت ظريف تيقول لك سير انا صيفط لك رزقك مثلا, تتمشي كتعيط لي واخا واحد السيمانه ونصيفط لك رزقك, كدوز السيمانه تعيط لي راهي معط لي الفلوس دابا نصيفط لك رزقك ديالنا. في الاخر كتندم كتقول كوني بقيت سيغ بلاصتك جيت عليه ما حدو قدامي كاع معلوم قبل لا يكركبك وتمشي وتبقى عاد كلاصق في رزقك. انا ما تنحملش نلصق حاجتي في اي حاجه. ما عندكش اجون انت ولا ماناجر؟ سي كان عندي, مي دابا جو بريفير نو با لافوار حيت تيوقع ديما واحد عندي مشاكل ديال الكومونيكاسيون. اون ميم طون انا انجيرابل, يعني كنبدل رايي بزربه, يقدر بنادم نعطيه شنو يدير من بعد يطلع لي الدم ومن بعد كنقول لي عرفتي شنو. لا لا ما تقولش انا ندير الراس باغي فهمتيني, يعني داك من الاحسن نجيري انايا. بشحال كتخدم مثلا جاي سبيكتاكل ديال ساعه؟ جوج المليون ثلاثه على حسب لي سبونسور. المسرح مقبول زوين اسوسياسيون عندها سبونسور, تقدر توصل حتى ل 70000 درهم 90000 درهم, وكتقدر تهبط حتى ل 7000 10000 على حسب, على حسب شكون اللي تعيط لك وشحال الاعاقه عنده فهمتيني. لان كما قلت لك بعض الخطرات هذيك الظرافه بزاف كتجيبها في راسك, يعني كتستف واحد لا ليست ديال كل شيء مخلص مزيان, كتبقى درويش الا ما عرفتيش تنيغوسي على راسك كتجيبها في راسك. القضيه في الكليب ديال حسان, كليب رائع, مازال ما وصل المليون واقيلا ياك؟
كاين معلقات ودي مشاعر ما يفاش ما نظنش واش يوصل حسان المليون حيت ظريف حسان خاص الدياس ظريف لا لا متواضع فالكلمات الكلمات كتقول حسان اول تيتي اذا شديتي كليتي عليها الدق بصح هذه القضيه راه بالمداب زعما تصعب ماشي بنت الحسد تبقى هذا يشوف فيك الدور يضربك في الشكار تاعك هذا داكشي عاديه في المدرسه راه اصلا حنا في المدرسه كندابزو نتصاحبوا مع هذيك اللي كيكون عاجبها راسها يعني 100% كلشي كيدابز على بدا تصعب مع الاخر ما حاملوش كان عندك السوكس انت وفاش كنت سميتي مايكل ديك الوقيته كنت نشط حواده كنت كنطيحها في تيتيز بالجات سمعها الدراري تبارك الله عليك اخويا حنا ندوزو لواحد لاكابسول دابا ديال واحد السيده شابه تشهرات بزاف في انترنيت اللي كتقول لك الولاد جوستمون كيتبسلوا عليها في الزنقه هادشي كامل داروا زكريا ريميكس في واحد الريميكس ونكتشفوا النتيجه شكرا لزكريا 36 على لي كابسول ديالك على الفقرات ديالك بغيت نسول موبيديك قبل ما نطرق الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم في ويبوميتر اللي هو لو باشينغ بغيت نعرف موبيديك النسب ديال التعليقات السلبيه اللي تيجيوك بالنسبه لشنو بالنسبه ليك بالنسبه التعليقات السلبيه ليك انت شحال النسبه ديالهم طالع عاديه اكثر من 50% لا ما وصلش ل 50% ولكن ديما كاينه واحد النسبه حنا كنسميوهم الهيترز ليترز هما قسم ما تتخرج شي برودوي جديد هما يسون لا بوغ اليمونتي تزواوني انت عجبوني بخاطر راسك هما اللي كيخلقوا الديبا في لي كومونتير كتقرا نتايا لي كومونتير كاملين ولا ما كتبغيش تقرا؟ ما يمكنش تقرا ما يمكنش تقرا لا واش كتبغي تقرا ما كيديرونجيش؟ كنقرا باش نعرف اشنو طاري ولا بدا غير هو ما تقدرش تغرق في ديك الشيء فهمتيني ولكن انا عندي اللي متبع واللي فان واللي لا دوا شي واحد ما كتعطلش عليه حتى كتلقى شي فان كي تيجاوب بلاصتي هادشي يمكن نسميوها الظاهره الباشينغ اللي دابا اللي دابا هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم في الفقره ديال الويبوميتر كيفاش نقدروا نشرحوا بالدارجه هو النقد السلبي ولا المجاني ولا السب حتى السب ولا القذف اذا هذا الشيء ولينا تنشوفوه بزاف مع الاسف اي واحد ولا تيكون يعني ورا لورديناتور ديالو ولا في السمارتفون كيقدر يدير شي اسماء افتراضيه ما الانترنت بصد ما خلقات هذا المشكل خلقات هذا المشكل ولينا تنشوفوه بزاف ولات واحد الكراهيه واحد نسبه الكراهيه بزاف فابور فابور فوالا مجاني هذا الشيء اللي ديرونجي هادشي شفناه ماشي غير في المغرب هادشي هاد لو باشينغ بان في العالم ومن بين الامثله اللي بانوا بزاف هو لو فرانش باشين هضروا بزاف على هولندا على فرانسوا هولندا هضروا على ساركوزي وفي المغرب هضروا على سياسيين بزاف الا كنتفكروا كاملين عبد الاله بن كيران كنتفكروا مؤخرا الياس العماري وحتى الفنانين حتى هما تيكونوا ضحايا ديال هذه القضيه كاملين كان اول اسم كيجينا على الباشينغ في المغرب هو لبنى ابي ذر اللي عانت بزاف وكان ضحيه ديال هذا الباشين في المغرب ضحيه اذا انا من بين الناس اللي كونتاكتيت وبغيت نعرف الراي ديالهم في هذا الموضوع واش هذه يعني حريه شخصيه اي واحد يقدر يكتب اللي بغى هو محمد رحمو اللي هو كونسلتون كوميونيكاسيون ديجيتال تيقول بان كتكون حريه شخصيه ملي تيكون الواحد يعني تكتب في واحد ليسباس بريفي مثلا لو مور ديالك فيسبوك فليسباس بريفي ولكن ملي كتقدر يعني كتهضر ولا كتكتب هذا الشيء في واحد ليسباس بوبليك وكتوصل حتى التشويه ديال السمعه ديال شي واحد بعض المرات كيوصل هادشي حتى الابتزاز ولا التهديد بالقتل هادشي خاصو يتعاقب عليه وكاين مجموعه من الدول اللي داروا مجهود ويعني خرجوا قوانين باش يضبطوا هاد الظاهره هادي كاينين عقوبات مثلا في الامارات عقوبه قضائيه بحسب القاضي واللي كيحددها من 3 شهور حتى ل 3 سنين حسب يعني حسب التقدير ديال القاضي وكذلك غرامه ماليه تقديريه شو اللي تكتب كومونتير سلبي لي اللي تكتب كومونتير سلبي لا اللي تيعاير عايرتي في كومونتير عندك الحق ترفع دعوى لا حتى في فرنسا كاين هذه القضيه ديال التحرش مثلا بالشباب ولا بالدراري صغار لان كنعرفوا فيسبوك ما كاينش غير لي زادولت راه داك السيد يقدر يمشي حتى للانتحار حيت جاو بزاف ديال لي كومونتير سلبي ولكن خاص غير تعرفوا باسكو شحال مرات كيكون هو كما قالت سناء في انفو كونت شكون غدعي هو اصلا مسمي راسو
ما عرفتش شنو شي ولكن دابا في المغرب ولات عندنا القضيه يعني كاينين المختبرات اللي ولاو كيسهلوا على الامن انهم يعرفوا بسهوله شكون اللي كتب شنو. وانت كنظن الديسلايك ساهل اكثر من لايك وانا تقول لواحد حامض سهل من انك تقول لواحد راك واعر. دونك كاين السهوله في الكومونتير وكاين ان الواحد انونيم دونك يمكن له يعبر كيما بغى على ديك لي كومونتير. ماشي لي كومونتير نيجاتيف ولكن لي كومونتير سبورتيف. قالوا لي انت يا محمد علي عندك هذه الموهبه كتكومونتي شويه مع اصحابك واش ممكن دير لنا شي ديمونستراسيون؟ تشجيعات محمد علي مثلا شي ماتش ديال الباصا نديروها في واحد الايطال اللي هو حبي وزعما واحد الايطال اللي ما فيه زعما شي. فانا عزيز عليا نستعمل اللغه الايطاليه حيت من صغري فاش كانت قناه من القناه المغربيه كانت كدوز واحد الماتش ديال الكالتشو وكان كيعجبني داك الكومونتاتور ديغيغ داك كيدوي بالطاليانيه وكان كان وراه كان سير دابا هو رشيد يدير لك توب 3 يقول لك 3-2-1 وانت ديال طالع الكره انت يدير لي داكشي ديال الديبا 3-2-1 يلا سير يلا سير. اللاعب يقترب من المرمى الكره اتنسيون لي بالوني بيركي سون لا كوزا اتنسيون اتيلو اتيلو والهدف والهدف عالم نخليوك تمشي تماركي البيت. شكرا بزاف اللي جيت محمد علي شكرا لك انا ما عارفش كيفاش كان كيدير بلا ميميك ديالو حيت كان غير الصوت ولكن المهم الصوت والصوره حنا عطيتينا البونوس. حنا ندوزو دابا الفقره ديال شكون دار البوز ونكتشفوا فيها الشخصيه ديال انس يقين. شكرا مصطفى سفينغا وشكرا بن علي على فقرات شكون دار البوز. حتى موبي ديك تحييكم يس مصطفى ديديكاس ديديكاس خونا مصطفى. خلط علينا دابا الضيف المفاجئ اللي نتعرفوا عليه دابا حضر معنا في البلاطو واصغر طفل مغربي كيدير البودكاست واصغر طفل مغربي كيدير بودكاست كولينير ديال الشهيوات والوصفات. عنده في لاباج ديالو اكثر من 43 الف فان تكتبوا عليه بزاف ديال لي زارتيكل داز بزاف ديال القنوات التلفزيه والشهيوات ديالو مشهوره. مؤخرا استقبلوا السفير ديال الامريكان بالمغرب وكيشجعوا بزاف ديال الجمعيات. مرحبا بالشيف عمر صفيقه على السفانه. كيداير لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كيفاش جاتك التسميه ديال الشاف عمر؟ زوينه. بيان سور زوينه. شكون اللي اختارها؟ انا. انت اللي اختاريتها؟ انا اللي اختاريتها. وكيفاش اول مره درتي الوصفه؟ شكون بغيتي تكون بحال من؟ بديت مع ماما فين كنت صغير. بديت منين كنت صغير. شحال كان عندك؟ كانت عندي 5 سنين. وفين ولات عندي 8 سنين بديت ندير لي غوسيت مع ماما. عاد قلت لها شي نهار علاش ما نديرش الوصفات تاعي في يوتيوب. وشنو هي اول وصفه درتي؟ هي السوشي. سوشي. بديتي صغيره. الشيف عمر تبارك الله عليه موهوب. هو مصاب بواحد المرض اللي سميتو لا ميوباتي اللي هو كيمس بزاف بالعضلات وكيهشش العظام. وصلني الخبر ان الشيف عمر نتايا بزاف ديال المدارس ما قبلوكش. علاش ما قبلوكش؟ ما قبلونيش حيت انا خصني اون اوكسيليار دو في باش تمشي معايا للمدرسه. وماما بغاوش حيت الا طرات لينا شي حاجه غادي يقولوا بانها لوكسيليار دو في. هذاك الشيء علاش يعني دائما خصو يكون معك شي واحد اللي يعاونك. تحيه كبيره للوالدين ديالو وبالاخص الام ديالو اللي دائما تترافقوا. ياك تبغيت اليوم تشكرها شنو تبغي تقول لها؟ شنو تبغي تقول لها اليوم ماماك؟ شنو بغيت تقول لها؟ شكرا حيت تعاوني دائما في الطبخ وفي كل شيء. هي المصوره ديالك واقيلا هي اللي كتصورك. واخا بعض المرات في الويكاند ولا هذا كتبقى نهار كامل في نفس لابوزيسيون صعيبه شي شويه. شويه ولكن هانيه كدير دوك لي زيكزيرسيس دو كيني. وصافا كيعاونوك شويه. شويه. انت الحلم ديالك شنو الحلم ديالك؟ الحلم تاعي هي تكون عندي اون ايميسيون تي في. ونكون لو ميور كوزيني بودكاستور
au Maroc. De grands rêves, hein. C'est-à-dire, c'est, franchement, quand il y a des gens qui ont chef Omar, ما عندهمش هاد الاحلام وما كاينينش في لاكسيون كيما الشيف عمر. انا فرانشمون بحكم اني استاذه مي قال قبيله خاصني اون اوكسيليير دو في تمشي معايا للمدارس وما تقبلش في المدارس بصراحه ضرني الحال. زعما كنظن ان المؤسسه التعليميه ديالنا اليوم خاصها تحاول دير واحد ليفور باش تشوف هاد الوليدات اللي بحال هكا اللي عندهم هاد لو تيب دي مالادي وشوف تبارك الله سي دي تالون. سيتير كومبيان دو فوا في المدارس عندنا دراري بصحتهم مزيانه وواقيلا ينو با دو غير ما عندهمش واقيلا هاد لي تالون الوغ كو روغارد شنو زعما تبارك الله سي ان كرون تالون. دونك تنقول المؤسسه التعليميه زعما ديالتنا خاصها تجهز وتبدل العقليات ودير دابا دي ستركتور داكومبانيومون فهمتيني بحال هاد الوليدات فوالا باش تعاونو مي اتون تبارك الله باين بانه ذكي باين بانه شوف غير كيفاش كونس عندك من عام عمر عندي 10 سنين عندك 10 سنين طلع عندي تبارك الله عليك كانوا الدراري كاع كيديروا بودكاست وصحاب زينه كيهضر معانا تبارك تخي ماتشي ماشي اول ايميسيون ديالك ها عمر هادي ياك هادي تي لا كاتخيام ولفتي دابا ولفتي على لي كاميرا ياك عرفتي بعدا اي حاجه بغيتي توصل ليها خاصك حاجه وحده هي انك تخدم ياك شنو هما الوصفات اللي عزيز عليك طيب؟ تيعجبني سوشي حيت ساهل و اشربتي و لو فوندون او شوكولا كتعرف تصيب فوندون او شوكولا ساهل تاهو ساهل خصك تعرض علينا شي نهار نجيو ناكلو باينه وشنو عزيز تقدر طيب لينا مثلا شي نهار طاجين واخا ممكن ممكن شنو عزيز عليك الدجاج ولا اللي بغيتو نتوما نصيبو ليهم شكون اللي عرفك تحبني طيب نتايا ولا ماماك؟ صراحة تنقول بانني انا فوالا ها ماماك تسمع ها هو واحد اخر كان عجبني تا هو تاني عجبني تبارك الله عليك تبارك الله عليك شيف عمر لاباج ديالك شنو احسن كومونتير جاك في لاباج ديالك كتقرا لي كومونتير بعض المرات تيكونوا بزاف بعض المرات ما تتساليش باش تقراهم كاملين ياك لا وشنو هو احسن كيف ما قال اسامه احسن واحد هي يا اول كومونتير كومونتا ليا واحد قال لي تي فيديو تعجبوني بزاف كيفاش تدير وجاوبته قلت ليه هكا تندير شرحتي لي هكا تندير صافي برافو وفي الاخر على الفيديو ديالك كنصحكم انكم تمشيو تكتشفوا الفيديو ديال الشيف عمر على يوتيوب وعلى فيسبوك بعد المرات في الفيديو ديالك باش كتساليهم كتقول لهم انا ساليت دابا الوصفه غندير دابا واحد الحاجه اللي نتوما ما يمكن لكمش ديروها انا يمكن لي نديرها هي ندوق داكشي اللي وجدك هذا 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 جديد اللمسه ديالو هادي برافو عليك الشيف عمر نتمنوا تولي شيف كبير وعندك ريستورون ديالك وعلاش لا كاع دير شيف عمر اكاديمي صافي حالك عفاك في المثال بس كان قبيله جات ايمي باسكو جات ماما هكا تهضر معايا شويه شويه ودمعي كل الليله باسكو عرفتي كتقولي جو سوي فيغ دو توا تو الميور انت هو الزوين هنا واحد الانرجي بوزيتيف كتعطي الام ديالو سي مال لا ريزون ولكن شوفوا هذا السوتيان ديال اون مامون باسكو حتى هي سيت اون مامون اكسيبسيونيل حيت كون كانت اون مامون تاهي اوردينير غادي تخبيه ما توريش للناس ما تولي تستعر منه عندك يشوفوه الناس عندك هادي ولكن بالعكس عاوناتو يدير دي فيديو سور يوتيوب ال لو سوتيان ال اي لا ال كرون لوي تبارك الله عليها فرانشمون سي سي اون فام بور ما اكس ال ما بوكو جي تي ايمي اون لا ريغاردون توت الا تبارك الله عليها شوف عمر راني نخدمو معاك موبيدي كنعطيك ثلاثه ديال الاسماء وتعطيني عليهم تعليق في كلمه واحده وفقط في كلمه واحده ايهاب ديال ستار اكاديمي اه ايهاب ديال ستار اكاديمي في كلمه واحده ما عرفت منين خرج هاد خونا هذه هي الكلمه اللي عندي ما كنتش تنعرفو حتى تدارشر كيفاش كتعيط لي هذيك البنت ايها ثاني اسم في كلمه واحده دنيا باطمه هذيك مع واحد القفطان لبساتو بالتاج ديال الدرهم انا بانت لي ريديكول داك الكبير داك راه دي فوا داك الشيء ما خاصهاش صعيب نفهمو ليه لا ما خاصهاش كاع بوغ موا سا هاد لا فالور
ديك شي ما نبقاش نديروه في قفطان دي جيفان في كلمه وي سي كلكان كي بوس ايوا كي بوس تري بيان هذا هو الميساج اون بوس اون بوس اون بوس ونقول للناس كلهم ثلاثه الكلمات تفضل الاولى هي حق 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 العيش ثاني حاجه هي 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 لا باسيون وثالث حاجه هي الامل حق العيش بغيتي تشرح لينا شرح لينا حق العيش هي بان المعاقين كلهم يقدروا يديروا هذاك الشيء اللي يدير الانسان العادي بحال يتعلم يكون عندهم صحاب يلعب يخرج داك الشيء كل شيء يقدر يدير عليه ولكن انت درتي اكثر من داك الشيء اللي كيدير الانسان برافو برافو الشيخ عمار بزاف ديال الرسائل دازو في هذه الحصة هو القوة في المناظرة الإقناع والإمبروفيزاسيون خصنا الخدمة 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 وشكرا لك بزاف شاف عمر شكرا لك بزاف موبيديك شكرا لك بزاف كورس ليلى نايم شكرا أسامة وشكرا للمشاهدين ديالنا اللي تبعوا معنا الحلقة ديالو ما تنساوش أنكم كل مرة ممكن تشاركوا معنا وتفاعلوا معنا في لو سيت جينتين.ma شكرا وصلنا لنهاية الحلقة تهلاو بزاف راسكم شكرا بزاف للطاقم التقني والفني وتلاقاو السيمانة الجاية بيناتنا جينتين وغادي نختمو بسيلفي سيلفي حدا شاف عمر يلا قربوا وتصفيقة وكل شيء ونيضة شكرا نعيطو النورس نعيطو لي ديباتور الو بيناتنا جينتين وهاد التصويرة يلا يلا كل شيء تأصل يلا 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 واحد جوج ثلاثة Now do it.